إذا قصف على مواقع للمقاومة في قطاع غزة، ماذا أسفر هذا القصف وهل من ردود فعل؟ يمكن أو رصدنا قصف من نوعين، الأول بطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي للموقع تابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة غزة. وهذا الموقع كان هناك دمار كبير جراء قصفه بأكثر من بنحو 8 صواريخ، كما سمعنا صوت تلك الانفجارات في هذه الليلة. وصباح هذا اليوم عندما توجهنا كان هناك دمار هائل في المنطقة المستهدفة. القصف الثاني هو بمدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة، حيث قصف أكثر من نقطة رصد ونقطة مراقبة أنشأتها المقاومة الفلسطينية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. تم قصف أكثر من منطقة بالمدفعية، مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تدمير هذه النقاط، نقاط المراقبة. الفصائل الفلسطينية عقبت على هذا القصف الإسرائيلي، بل أيضا قامت بالرد عليه بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية. كتاب المقاومة الوطنية قالت، وهي الجناح العسكري الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قالت أنها تصدت لهذه الغارات والطيران الحربي الإسرائيلي، وكذلك أطلقت عدة قذائف صاروخية، تحديدا إطلاق عدة قذائف صاروخية باتجاه المستوطنات والمواقع المحيطة بالقطاع. المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم قال أن العناصر القسام، كتائب عز الدين القسام، أيضا تصدوا لهذه الطائرات الإسرائيلية، وأكد أن المقاومة الفلسطينية لن تنكسر بهذا العدوان وبهذا القصف الإسرائيلي، وستبقى كما قال الدرع والسيف الذي سيحمي الشعب الفلسطيني. وعقب أيضا على ما يحدث بالضفة، وربط ما يحدث بالضفة وتحديدا في نابلس وكذلك في القدس بما يحدث في غزة، وقال أن هذا القصف الإسرائيلي الذي يتزامن مع ما يحدث في الضفة الغربية وفي القدس يؤكد أن هذا العدوان الإسرائيلي هو يستهدف كل الشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب مواجهته بكل الوسائل وبكل وسائل المقاومة الفلسطينية. اعتدنا خلال على الأقل الشهر الماضي أن نشاهد أو نرصد مثل هذه الموجات المحدودة من التصعيد. إسرائيل تعلن عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ومن ثم ترد إسرائيل على هذه القذيفة بإطلاق وبقصف مناطق ومواقع تدريب تابعة لكتائب المقاومة الفلسطينية، وهي بطبيعة الحال مخلاة، يعني أنها ليست تحتوي على عناصر للمقاومة، وبالتالي الأضرار التي تحدث تكون في أضرار مادية وليست أضرار بشرية. الكل يربط بين ما يحدث من موجات تصعيد محدودة الآن في غزة وخلال الفترة الماضية بما يحدث بالضفة الغربية واستمرار عمليات الهدم وشرعنة بؤر استيطانية جديدة. قطاع غزة، مراسلنا صالح ناطور، شكرا جزيلا لك.